الصحية موضوع، ومبسوطة أن حضرتك معنا في موضوع مهم جدا، موضوع بيمس كل أسرة مصرية الحقيقة طبعا. حتى اللي ما عندهوش أطفال صغيرين عنده أحفاد، اللي ما عندهوش أطفال مثلا صغيرين عنده ولاد أخته وكذا، فما فيش أسرة مش بيهمها الموضوع ده. ويمكن زي ما قلت في المقدمة، أحيانا الأمهات بترجع من شغلها تعبانة جدا وعندها مسؤوليات فظيعة، وعندها طفلين كده ولا ثلاثة، يلا افتح التلفزيون وقعدهم قدامهم، مش عايزين دوشة، مش عايزين زن، وهي مطمنة أنا مشغلة لهم فيلم كرتون. ايه حكاية بقى شركة ديزني اللي انا قلت ونوهت عليها في المقدمة الحقيقة، والحاجات اللي بتبث من خلال افلام الكرتون اللي احنا مش متعودين عليها؟ عرفينا ايه اللي حصل وليه بيعملوا كده والسبب الموضوع ده. شركة ديزني طلعت، او المديرة التنفيذية لشركة ديزني طلعت قالت احنا مش بنقدم شخصيات مثلية، بس بنحط حاجات كده، لان دي يعني حاجات بتكون موجودة عامة في المجتمع. وبررت ده ان هي عندها طفلين، واحد منهم محول والتاني مثلي، فهي شايفة ان هي كده بتدعم ولادها. ونركز بس على النقطة دي، لأن بتدعم ولادها بالظبط. بتدعم ولادها في ايه؟ في الغلط. احنا للأسف بنعمل زيها في مواقف ما، وبندعم ولادنا في الغلط، بس مش شرط يكون نفس نوع الغلط. يعني حضرتك بتقولي الأم بترجع من الشغل بترمي الولاد قدام الموبايل أو قدام التلفزيون، أن كان أنا شايفة الاتنين وجهان لعملة واحدة. صحيح. عشان في ناس تقولي يا دكتور ده التلفزيون عادي ما فيهوش حاجة خطر، لا للأسف بقي فيه حاجات خطر كتير زيه زي الموبايل، هي مش فارقة كتير. وبتبقى الأم يا عيني عاملة زي النحلة بتخلص كل الحاجات اللي وراها، هي ربنا يكون في عونها. بس أنا بالنسبة لي الأفضل الأفضل، ودي استراتيجية بقى في التنشئة عشان ما نرجعش نندم بعدين. لا، وانا بس عايزه اركز على حته خطوره التلفزيون في كمان، لان التلفزيون أبداً. هو ما يقلش لاني بقى زي الموبايل طبعاً. لاني دلوقتي في سمارت تي في، فالاطفال للاسف بيعرفوا كمان يشغلوا اليوتيوب من خلال التلفزيون، فبتبقى الصوره اوضح والصوره اجمل، وبيقدروا يتفرجوا على كل الافلام اللي هم عايزينها من خلال اليوتيوب. عشان بس ننوه ليه التلفزيون خطر برضو زي الموبايل. في ناس بتقول ان التلفزيون ما فيهوش خطر، وهم مش مدركين ان الولاد بتعمل سيرش حتى بفويس بصوتها. صحيح. بتسرش بصوتها، حتى الولد والبنت اللي مش بيعرفوا يكتبوا خلاص بيلجأوا للموضوع ده. بالزبط. فانا عندي مشكلة قائمة. طيب الحل في ايه؟ بغض النظر احنا هنرجع للموضوع ده، بس بغض النظر انا احب نبدأ من تحت قوي، من الزيرو. صح، بدل ما نرمي الولاد قدام التلفزيون ايا كان سنهم او عمرهم، طب ما انا اشركهم معايا في الحاجه اللي انا بعملها. زي ايه؟ زي يا فلان تعالى معايا المطبخ نعمل كذا، يا فلانه تعالي. على فكره ده مش صعب ولا مستحيل، وبيحبوها وبيحبوها. بس المشكله في ايه بقى؟ فينا احنا، تريح دماغ الامهات. هي جايه عندها دوشة في ودانها من الشارع والشغل والتعاملات مع الناس، فهذا تفصل. بس ده مش وقت انها تفصل. وقت انها تفصل في بريك نص ساعة بعد الغداء، بعد ما نخلص كل حاجة، وابقى مأمنة فيه على أولادي هم قاعدين بيعملوا ايه. مش اسيبهم وابقى مغيبة عنهم. طيب يا دكتور، دلوقتي انا بقول اراقب ولادي، افضل قاعدة طول الوقت جنبهم، اشوف هم مشغلين ايه، سواء على التلفزيون او على الموبايل. طب ما هو برضو احساس الطفل، على فكره الاطفال ذكيه جدا طبعا، وبتاخد بالها كويس قوي. احساس الطفل ان مامته بالظبط، احساس ان الطفل ان مامته قاعده جنبه باصه على الموبايل، بتقعد مثلا تشوف هو فتح ايه، هو شغل ايه، ده بيخليه عنده فضول اكتر، بيخليه عايز يعرف اكتر ايه اللي انا بعمله، ماما مخلياني قلقانه منه كده بالظبط. فده كله بيخلي الـ 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 الطفل الممنوع مرغوب، الممنوع مرغوب، بيخلي الطفل عايز يعرف اكتر ويعمل سيرش اكتر عشان يلم معلومات. فهل فعلا ان انا امنعه خالص ودي حاجة مستحيلة ده ينفع، ولا ان انا اراقبه، ولا احكي له واقول له واشرح له الموضوع ده مثلا ازاي، انا هو غلط هو صح، يعني افهمه ايه الافضل؟ انا عندي كومنت على موضوع ديزني كمان، وضيفي عليه بقى كذا حاجة بتحصل. لما الشركة او البيان ده طلع،
كم الناس بقى قعدت تكتب وتشير وتكتب وتشير ونتكلم ونتكلم مع بعض في التليفون ونقول وازاي واحنا مش مدركين ان ولادنا قاعدين سامعين وبيشوفوا ومدركين كمان. حتى لو هم مش مبين لنا. طب ما بعد ما ادي ظهري الولد اللي عنده 7 سنين هيعمل سيرش من ورايا عشان يعرف هو ايه الموضوع. يعني انا ممكن اكون السبب ان انا اعرف ابني بالحاجات دي وهو لسه ما سمعش عنها حاجه. طبعا انا مستاءة جدا من كم الدوشه والشوشره اللي حصلت في الموضوع ده. ليه؟ لاني انا بدون قصد كولي أمر فتحت عينين ولادي على حاجات هم هيشوفوها على فكرة وهيعرفوا بس لسه شوية أدري. ومش بالعمق ده ومش لما الناس قعدت تتكلم الفضول. إذا كنت أنا يا كبير لما حد بيتكلم قدامي في حاجة كلنا بالظبط كلنا بالك بقى ابتدى فعلا الطفل يخش على اليوتيوب ويطلع المشاهد طبعاً. دي بالأخص يتفرج عليها مع أنها ممكن تكون عدت قدامي.